غادي نشدوا الحزيمه وغنديروا واحد السفر وتحيه من مدينه بني ملال لمجموعه من المدن المغربيه. يا شجاوان يا هو اختيار هي روح الجولة هو تأثيث فضاءات مسارح وزارة الثقافة عبر ربوع المملكة اللي بنات الكثير منها وأتمنى وأطلب من الفنانين أن يزوروا هذه المدن بمسارحها الجميلة. هناك مسارح صغيرة ومسارح كبيرة ولكن كل البلدان كبيرة بناسها وبقلوب ناسها. فاختارينا الحاجب تازة بني ملال فقي بن صالح ونكملوا بالرباط وربما غادي تكون ايضا الدار البيضاء والعيون والداخله حنا تنهيئوا لهم ولكن انا تلقى واحد السعاده كبيره وتنسميها نوعا ما فك عزله ثقافيه لان من حق جمهور المدن الصغيره ان يلتقي بفنانيه في عرض احترافي لا على مستوى الغناء ولا مستوى الموسيقى ولا على مستوى الصوت ولا على مستوى الاناره من حقهم. أتمنى أن يحذو مثلي العديد من الفنانين أصدقائي المغاربة وأن يأتوا إلى هذه المدن ويتقابلوا مع هاد الناس وهذا المعدن الطيب. أنت اليوم شفتي كبار وصغار وأطفال وشباب كلهم حضروا بواحد الرونق بواحد الرقي بواحد واحد واحد السكون لما كنت نغني عجيب تنشكرهم ما ننساش هاد الصلاة دي. شاقلت على ذاك الدار اللي نبيها جول العالم ودور عمرك ما تنسى مبعدور طاعت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.